بسم الله الرحمن الرحيم. في فيديو صغير كده هنشرح حساب قيمه المقاومه اللي بتبقى متوصله مع الليد. احنا عارفين ان الليد بيبقى له طرفين، طرف سالب وطرف موجب. الطرف السالب هو اللي بيتوصل بالجراوند، والطرف الموجب هو اللي بيتوصل على قيمه الجهد الموجب. بس انا المشكله عندي ان الجهد اللي خارج من المايكرو هو 5 فولت، في حين ان الجهد اللي محتاجه الدايود ده او الليد ده بيبقى 2 فولت. فهحط مقاومه كده ما بين النقطه اللي هنا وما بين النقطه اللي هنا، بحيث ان هي ايه تعمل فرق جهد، يعني تسحب الجهد الزياده اللي انا مش عايزه. وبالتالي لو انا بقول ان انا عايز اوصل ليد على البن رقم 12، فالمفروض ان هيطلع سلك كده من البن رقم 12 رايح على فين؟ رايح على الليد ده كده زي ما احنا شايفين كده. طيب انا عايز اقول بقى ان الجهد اللي خارج هنا، الجهد اللي هو هيبقى على النقطه دي كده كام؟ 5. طب الجهد اللي انا عايزه هنا كام؟ الجهد اللي انا عايزه على النقطه ديت كام؟ 2 فولت. طيب انا عايز بقى احسب قيمه المقاومه اللي تسحب 5 ناقص 2، يعني اللي تسحب 3 فولت. احسبها ازاي؟ قال لك سهلا، مش القانون اوم بيقول ايه؟ بيقول ان الفي بيساوي اي اللي هو الكرنت، يعني مضروب في ايه؟ مضروب في المقاومه. طيب يبقى الار بتساوي ايه؟ بتساوي الفي على الاي، الفولت على التيار، يبقى بتساوي 5 ناقص 2 اللي هو الفرق ما بين الايه؟ ما بين الجهد على طرفيها. فتقول له 5 ناقص 2 مقسومه على الكرنت اللي انا عايزه يمشي هنا، وانت عايز كرنت يمشي قد ايه؟ المعروف ان الليد بيسحب كرنت من 10 امبير لحد 20 ملي امبير، في الرينج ده بيسحب على حسب الليد وعلى حسب اللون بتاعه، فبيسحب من 10 ملي امبير لحد 20 ملي امبير. انا لو قلت ان انا هشتغل على 10 ملي امبير، يبقى 5 ناقص 2 على 10 ملي امبير، يعني 5 ناقص 2 على 10 في 10 اس سالب 3، لان الملي امبير هضرب في 10 اس سالب 3، فيديني في النهايه كام؟ تقريبا 300 اوم. طيب ما فيش مقاومه 300 اوم، اللي موجود 330 اوم. لذلك انا دايما بقول لك ايه؟ بقول لك حط المقاومه 330 اوم، او حطها 220، لان برده في قيمه ستاندرد ثانيه اللي هي 220، لكن ما فيش مقاومات 200 ولا مقاومات 250. هو في 220 و330 وفي 560 تقريبا، او مش فاكر 650، لا 560. فانت هتحط 220 يا هتحط 330، وال560 قريبه برضه، يعني ال560 برضه ايه؟ قريبه. فده كده الطريقه اللي احنا قدرنا نحسب بيها قيمه المقاومه اللي موجوده هنا. فانت اي قيمه من القيم دي تقدر توصلها، ما فيش فيها مشكله. طب لو ما وصلتهاش ووصلت الليد على طول على 5 فولت، هينور وهيشتغل، بس هيشتغل معاك فتره وبعد كده هيبوظ وهيتحرق، وده عن تجربه، يعني الكلام ده عن تجربه. طيب بالنسبه للشغل العملي، الليد نفسه بقى شكله عامل ازاي؟ عامل، احنا عارفين الليد شكله عامل ازاي، لكن عايز اقول لك ان الطرف السالب هو الطرف اللي بيبقى متوصل بالجزء السميك من جوه. يعني انت جيت مسكت الليد كده وبصيت عليه من جوه، يعني هحاول كده اشوف لكم ليد صوره الليد ولا حاجه. الصورة تكون واضحة بحيث ان هي ايه توضح لك شكل الليد من جوه، بس مش عارف بقى هلاقيها ولا الظروف ايه. عامة ادي الليد كده يا باشمهندسين، بتلاقوا جواه ايه بقى؟ بتلاقوا جواه كده في جزء سميك من جوه. الجزء السميك ده هو بيبقى عبارة عن الطرف السالب، والجزء الرفيع هو الطرف الموجب. فانت لما تيجي توصل كده في الدايرة، لما تيجي توصل بتوصل الطرف السالب بالجراوند بالارض، وتوصل الطرف الموجب على المقاومه، ومن المقاومه على الاردوين. ودينا كده عرفنا حساب المقاومه، واتمنى ان يكون الموضوع بسيط وواضح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.